على مدونة السلوك تساعد المعلم على معرفة كيفية التصرف في حالات مختلفة وفي ظروف متعددة. تتوفر مدونات سلوك اعتمدت في بلدان مختلفة في مناطق مختلفة، ولكنها غير فعالة، وقد أجري مسح عالمي في هذا الشأن، ونحن على علم بالمشاكل. ففي بعض الحالات هذه المدونة غير معروفة، وهناك عدم فهم، وهي لا تعكس بحق المشاكل التي ينبغي على المعلم أن يواجهها من حيث الشفافية عفوا والنزاهة، ولم يدرب المعلمون على كيفية تطبيق هذه المدونة. وفي بعض الحالات فإن هذه المدونات غير مدمجة في تدريب التعليم. ولكل هذه الأسباب فإن اعتماد مدونة السلوك بالنسبة لي المعلمين معلمي المدارس أو جامعات لن يغير الحالة، بل إن المسألة متعلقة بكيفية تغيير سلوكيات المعلمين، كيفية تدريبهم على استخدام مدونات السلوك. بالطبع إن هذه المدونة ليست سحرا، بل إنها أداة يمكن استخدامها في عملية تعليم النزاهة أو احترام النزاهة، وذلك من خلال تدريبات عملية معينة ودراسات خاصة ونقاشات جماعية، وذلك بشأن المشاكل والمعضلات الأخلاقية. وقد ووضع المعهد خطوط توجيهية لمساعدة الأشخاص أو عفوا البلدان التي تطور مدونات السلوك وكيفية القيام بذلك بطريقة تشاركية، كيفية إدماج أو إشراك المعلمين في عملية التصميم والتطبيق والإنفاذ والعقوبات في بعض الحالات، وكذلك في عملية تقييم أثر هذه المدونات. ننتقل إلى المثل الثاني، وهو متعلق بالاحتيال الأكاديمي وغياب النزاهة في عملية الامتحانات والقبول في الجامعات. أعتقد إن الممارسات السيئة الموجودة هنا معلومة منا جميعا، مثل تسريب الامتحانات أو التحضير المسبق للامتحانات أو انتحال الشخصية. ففي بعض الحالات الشخص الذي يجري الامتحان ليس هو الشخص نفسه الذي وضع اسمه على لائحة المقدمين أو المرشحين، وكذلك استبدال الفحوصات. ويمكنني أن أعود وأتحدث بالتفصيل، وكذلك نتحدث عن محاباة والمحسوبية والرشاوة وتعديل نتائج الامتحانات وإصدار شهادات مزورة أو أوراق اعتماد مزورة أو رشاوة للحصول على قبول من جامعة أو الاستفادة من منحة، وسرقة كتابات الآخرين وتزوير البيانات والنتائج. وهنا أيضا إن نزاهة التعليم تلعب دورا أساسيا في هذه الحالة، حيث نحاول أن نركز الجهود على تعليم النزاهة، ونحن نتحدث عن تعليم النزاهة في الجامعة بحد نفسها. فما هي قواعد النزاهة داخل الجامعة؟ ما الذي يسمح للطلاب القيام به وما هو ممنوع بالنسبة للطلاب أثناء الامتحانات؟ ينبغي وضع أو توضيح قواعد القوانين للجميع بدءا بالطلاب. إذا تعليم النزاهة لتستخدم لا يقتصر على تدريب وشرح ما هو مسموح وما هو ممنوع للطلاب، ولكن يتعلق أيضا بتطوير سلسلة من المقاربات واستراتيجيات لإشراك الطلاب في عملية النزاهة، بدءا بالوصول إلى المعلومات وتسهيل وصول المستخدمين بشكل أفضل إلى المعلومات. ونتحدث عن الطلاب بشكل خاص تعريف القواعد والمعايير للطلاب، السماح للطلاب بالوصول إلى المنصات الداخلية في بعض الحالات إلى حسابات الجامعة، وهناك جامعات متزايدة تشرك الطلاب في حسابات الجامعة أو تسمح لهم بالوصول إلى معلومات مالية.
اعتماد على مستوى الجامعة تعريف واضح للسلوك الجيد، فمثلا ما هي سرقة الممتلكات أو عفوا الكتابات الآخرين. ومع الإنترنت نحن نواجه بشكل متكرر مشكلة القرصنة الأدبية أو سرقة مؤلفات الغير، حيث نضع المعلومات على الإنترنت و يتم تداول هذه المعلومات، فكيفية اقتباس المصادر أمر مهم، وكيف تبدأ عملية سرقة مؤلفات الغير هذا غير واضح للطلاب. ينبغي شرح هذا الموضوع، مثلا تحديد قواعد اللعبة، ما يستطيع الطلاب القيام به وما هو ممنوع. نتحدث أيضا عن تنظيم حملات متعلقة بالاحتيال، فمن شأن الاحتيال أن يقوض الثقة بين الطلاب، فإذا عرف الطلاب أنه من الممكن أن نغش للحصول على الشهادة، فمن شأن ذلك أن يقوض النظام التعليمي برمته، فهنا يفقد الطلاب الثقة بقطاع التعليم. نشر الأعمال أو المخالفات، وهنا نتحدث عن الوشين أو من يقوم ب أو من يشي بمن يقوم بمخالفة أو بانتهاك ما، وهذا يسمح للأشخاص بتقديم شكوى إذا ما وجدوا وجود أي انتهاك أو خرق للنظام القائم. وهناك شبكة طلابية مناهضة للفساد، وهي لا تعمل فقط على نشر العمل أو محاربة الفساد، ولكن تعمل أيضا على تعزيز الشفافية والنزاهة على مستوى المؤسسات الجامعية. وهذا الأمر ينطبق مثلا على الشبكة الطلابية ضد الفساد في تايلاند البارزة على الشاشة، وهذه الشبكة تلعب دورا أساسيا في البلد لنشر الوعي بين الجامعات والمجتمعات والجمهور العريض بشأن الفساد، أنواع الفساد المنتشرة في الجامعات. وتقوم هذه الشبكات بتشكيل مواقع إلكترونية وتنظيم نشاطات تفاعلية على مستوى الجامعات ورصد عمليات الفساد في مؤسسة التعليم العالي. وهذا مثل واحد. كان استطعت أن أذكر أمثلة أخرى من جنوب أوروبا وشرق أوروبا، جنوب شرق أوروبا، فحيث يتم تطوير مسوحات معينة وقيام بتقييم مخاطر الفساد داخل الجامعات وتنظيم نقاشات مع الأشخاص داخل الجامعات لمناقشة هذه المواضيع وإيجاد الحلول المناسبة. هذه أمثلة قليلة عما نقوم به في إطار هذا البرنامج أو المشروع. هذا هو الموقع الإلكتروني، حيث باستطاعتكم أن تجدوا أمثلة أخرى، وكذلك هناك كتاب ملخص بشأن الفساد في الجامعات وما يمكن القيام به، ويتم ترجمته حاليا إلى العربية، ويسعدني أن أتشارك معكم نسخة أو مع المنظمين بعد هذا المنتدى. شكرا جزيلا لكم. Okay, we'll leave the questions for after. Now, Mrs. Olga Safran, please. صباح الخير حضرة الزملاء. أولا أود أن أشكر منظمي هذا الاجتماع للدعوة الموجهة لي ومنظمتي لحضور هذا المنتدى المهم. أود أن أشكر دولة الكويت وجمعية الشفافية الكويتية لهذه الدعوة. إنه لشرف كبير لي أن أحضر وأن أتشارك بعض خبرات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. سأحاول أن
أكون أكثر اقتضابا وسأخبركم بشكل مختصر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادية وكيف نعمل مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديدا الكويت، وسأنتقل إلى خلاصات وتوصيات الدراسة الأخيرة التي قامت بها المنظمة بشأن تدريب على الأخلاقيات للموظفين موظفي القطاع العام. قد أسست المنظمة في العام 1961 وتضم 34 دولة من أوروبا وأفريقيا وآسيا، وهي منظمة حكومية دولية، وهي تخدم أو تقوم بالمهام التي أسنت إليها من قبل الدول الأعلى أعضاء. وإذا العمل الذي تقوم به المنظمة مهم لدعم عملية اتخاذ القرار في من قبل الحكومات. يعمل موظفو المنظمة على الدراسات وعلى البحوثات، ونحاول أن نجتمع لتحديد الأولويات والخروج بتوصيات، وكذلك نقوم بمراجعة أو النظر في المراجعات من أجل ممارسة ضغط لإحداث إصلاحات. وهنا لدينا قائمة بالقطاعات التي تعمل فيها المنظمة والمجالات التي تعمل عليها المنظمة، وبشكل خاص الدفاع والرياضة والاقتصاد وما إلى ذلك. وفي السنوات الماضية قمنا بتطوير معايير واسعة لمكافحة الفساد، بدءا فساد في الحكومات، ومؤخرا الأخلاقيات الخاصة بسلوك موظفين العامين. باستطاعتكم أن تجدوا كل المعلومات على الموقع الإلكتروني، حيث تتوفر كل الأدوات. طبعا إن المنظمة خاصة بدول أعضاء، ولكنها تعمل أيضا مع دول غير الأعضاء، ولدينا برامج إقليمية متعددة، ومنها برنامج شرق أوسط وشمال أفريقيا. وهذا البرنامج يركز على موضوعين أساسيين: أولا مسائل الحوكمة، حيث نعمل على موضوع النزاهة في الإدارات العامة والحكم المفتوح والإدارة المالية وما إلى ذلك. وكذلك جزء آخر يركز على القطاع الخاص وكيفية تعزيز القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة متوسطة الحجم، وكيفية تعزيز النزاهة في العمليات أو في التعاملات التجارية. وأنا أعمل في هذا المجال، واليوم أنا هنا لأتحدث عن تدريب الأخلاقيات، والعرض سيستند إلى الدراسة التي حضرناها منطقة أخرى، وهي منطقة شرق أوروبا ووسط آسيا، وهو برنامج سيجما، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي. ومؤخرا قمنا بنشر دراسة بشأن تدريب الأخلاقيات الخاصة بموظفين العامين، والأمر يتعلق بكيفية تنظيم تدريبات فعالة للأخلاقيات للبيروقراطيين لموظفي القطاع العام. هذه الصورة للمجموعة التي حضرت هذه الدراسة، وهي شبكة أسست منذ أكثر من 10 سنوات، تضم 25 بلدا من المنطقة المذكورة. وهذا اجتماع عقد في باريس في مقر المنظمة. لما قررت هذه الشبكة أن تتفحص تدريب الأخلاقيات، عقدنا منتدى مؤخرا ودعونا الدول إلى تشارك خبراتها بشأن تدريب الموظفين العامين بشأن الفساد. وما اكتشفناه هو أن كل البلدان تقدم تدريبات، ولكن هذه التدريبات غير فعالة في الإجمال، هي مضجرة وهي لا تغير شيئا في سلوكيات الموظفين. وقال لنا المشاركين في المنتدى أنهم بحاجة إلى مقاربات جديدة متقدمة تشمل تدريبات على الأخلاقيات مخصصة أو معدلة بحسب الحاجة بشأن القيم والقواعد التي ينبغي أن تطبق. لذلك قمنا بالدراسة، ولن أدخل في تفاصيل هذه الدراسة وكيفية القيام بها، ولكن الأهم هو أننا وضعنا توصيات للمنطقة فيما يتعلق بكيفية تحسين التدريبات الأخلاقيات.
ووضعنا قائمة يمكن أن تساعد الموظفين العامين المسؤولين عن هذه التدريبات على وضع برامج جيدة. التوصيات تشمل مجالات متعددة، منها إطار السياسات وإطار القانوني والسياق المؤسساتي، من هي الجهة التي تؤمن هذه التدريبات. وناقشنا كيفية تحضير برامج التدريب على الأخلاقيات لتكون منطقية. وهناك مجالين مهمين، ونحن نتحدث عن مضمون التدريب وكيفية تقديم التدريب وأساليب أو المنهجيات المعتمدة. وفيما يتعلق بالسياق أو الإطار السياسات، من أهم الخلاصات التي وضعناها هو أن التدريب على الأقليات يجب أن يكون جزءا من استراتيجية أو سياسة نزاهة ومكافحة فساد شاملة. وهذا يعني أنه من غير جيد أن ننظم منتديات منفصلة بغياب سياسة متكاملة لنشر النزاهة ومحاربة الفساد. وقد اكتشفنا، وهذا أمر مهم، أن برامج أفضل تطبق في بلدان نجد فيها مستوى الفساد منخفض، حيث المشكلة ليست متفاقمة. فلدى هذه البلدان برامج أفضل في مجال الأخلاقيات، والإدارات العامة أقوى، القواعد واضحة، القوانين واضحة، والتوجيهات الخاصة بالموظفين العامين كذلك واضحة. وفي هذه الحالة فإن التدريب يكون أفضل بكثير، فهو يقدم القواعد القائمة أصلا وينقلها إلى مرحلة الممارسة. وقد وجدنا أن التدريب هو عبارة عن استثمار طويل الأجل ويكلف كثيرا، والنتائج لا تظهر بسرعة. لذلك في الاقتصادات الانتقالية نرى أن هناك ضغط على الحكومات لإظهار نتائج سريعة، وهناك بعض المقاومة للاستثمار في التعليم الجيد، ولكن الاهتمام بالتدريب يتزايد وهذا جيد. وهذه الدراسة تحاول أن تعزز الاهتمام بالتدريب. وننتقل إلى الدعم السياسي لهذه التدريبات، وهنا نستخدم عبارة تستخدم في مجال الشركات، ونحاول أن نستخدمها هنا بالنسبة للموظفين العامين. وهنا العبارة هي tone from the top، أو التعديل على رأس في رأس الهرم. نتحدث عن دور المدراء أو الوزراء أو كبار المسؤولين. إن لم يكونوا هم النماذج التي يحتذى بها، فأن التدريب لن يكون فعالا باستطاعة كبار المسؤولين أن يخصصوا الموارد، ولديهم مسؤولية تطبيق القواعد، قواعد النزاهة في المؤسسات. والمجال التالي الذي غطيناه في الدراسة هو الإطار القانوني، وما وجدناه هو أن في الكثير من البلدان التدريب إلزامي، وفي بعض البلدان هذا تدريب اختياري أو طوعي، ولكن ينبغي أن يكون ذلك واضحا في بلدانكم. وقد وجدنا أنه إذا ما كان التدريب ملزما وجزءا من برنامج الوزارة، يقول أن على كل الموظفين أن يشاركوا في تدريب متعلق بالنزاهة. ينبغي أن نحرص على وجود ميزانية وأموال مخصصة لذلك، وكذلك هيئة مسؤولة عن هذا التدريب. غير أنه من المهم جدا أن نجد القاعدة المهمة أو القوية من الرسمية لهذه التدريبات. وفيما يتعلق بالهيئة المؤسساتية أو المؤسسة المسؤولة، من المهم أن نحدد هذه الهيئة، ومن الجيد أن نقوم بتدريب كل المسؤولين. وإن لم تكن هناك موارد كافية، فلا بد من أن ينظم التدريب للموظفين الجدد أو الموظفين في مجالات المخاطر أو كبار المسؤولين. ونحتاج في أثناء وضع البرامج التدريب أن نحدد أو نقيم الحاجات
هيئة المسؤولة عن تدريب الأخلاقيات، ينبغي أن تحدد الحاجات في هذا المجال. و مثلا كان من الصعب أن نحدد الممارسات الخاصة بقبول الهدايا مثلا، وبينما كان الأمر أسهل في مجالات أخرى. وأخيرا هناك موضوعين أساسيين شملتهما الدراسة. أولا، ما هو مضمون أو محتوى التدريب، وهي القيم والقواعد. وفيما يتعلق بالمحتوى، فإن التدريب المتعلق بالقواعد شائع، وهناك مقاربة معتمدة على المواءمة، حيث يقال للموظف ما هو مسموح له وما هو العقاب إذا لم يتبع القواعد. ونتحدث عن التشريعات الخاصة بالخدمة المدنية وتضارب المصالح، قانون تضارب المصالح. ومن المهم جدا أن نعلم المسؤولين بالعقوبات الخاصة باختراق أو خرق القواعد. وفي غالب الأحيان تكون التدريبات عبارة عن محاضرات، ولكن هذه المقاربة ليست الأفضل. وأنا أعطي أمثلة عن تدريب قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القواعد، وكان الأمر عبارة عن لعبة. حتى إن القواعد الإلزامية يمكن أن تدرب من خلال طريقة تفاعلية. التدريب المتعلق بالقيم ينبغي أن يركز على القيم الراسخة في بلدانكم وفي القوانين والوثائق الأخرى والتنظيمات الداخلية. ينبغي أن تعبروا وتصوغوا تلك القيم التي سيتطرق إليها التدريب، مثلا الحياد أو النزاهة أو الجودة أو المساواة أو العدالة. ويتم التطرق إلى المجالات الرمادية أو غير المنظمة. وقد قمنا بوضع هذه الدراسة استنادا إلى بعض دراسات الحالة، والأمر يتعلق بتطوير مهارات عملية على مستوى اتخاذ القرارات. وهذه الشريحة الأخيرة في هذا العرض، أود أن أشدد على أنه من المهم أو ينبغي أن لا نكتفي بتدريب الموظفين العامين فيعود هؤلاء إلى مكاتبهم، ولكن ينبغي أن نزودهم بأدوات تطبيق ما تم تدريبهم عليه. ويمكن تطوير خطة عملية تستخدم من قبل الموظفين العامين بحيث يطبقون محتويات التدريب. وهذه هي نهاية العرض. إليكم العناوين المواقع الإلكترونية التي يمكن أن تلجأ إليها للحصول على الكثير من المعلومات. شكرا جزيلا لانتباهكم. دكتور أحمد ويدار من البنك الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ الدكتور عبد اللطيف البدر، زملائي في الجلسة، الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسعدني جدا ويشرفني أن أكون معكم اليوم. طلب مني أن أتحدث عن مكامن الفساد في التعليم وآليات العلاج، وهو ده اللي هنقضيه مع بعض الوقت اللي جاي إن شاء الله. مش هطول عن 15 دقيقة دكتور عبد اللطيف. أحب أبدأ بعبارة لديريك بندكت بتقول إن الأطفال هم تراثنا، مسؤولياتنا، هم قدرنا ونحن قدرهم. وهو ده مسؤولية التعليم. الأطفال هم قدرنا صحيح، لكن إحنا مسؤولين عنهم وعن ما يتعلمونه، سواء في البيت أو في المدرسة أو في المجتمع أو في أي مكان آخر. طيب، ما الذي نحب أن نورثه لأطفالنا؟ أحب أستشهد بعبارة أخرى لشكسبير بتقول لا ميراث أغلى من الأمانة. أن نعلم أبناءنا الأمانة. وتعليم الأمانة لا يتم بصورة بسيطة، أن أنا بقول المفروض الأمين يعمل كذا، وحتى أعمل له اختبار أقول له الأمين بيعمل إيه فينفذ الكلام ده. خير وسيلة للتعليم هي وجود نماذج حقيقية أمام الأطفال يتعلمون منها وتنتقل إليهم هذه المبادئ
مباشرة دون حفظ طيب ايه النقاط اللي هتكلم عليها النهاردة؟ نمرة واحد تعريف الفساد. طيب احنا عمالين نتكلم على الفساد لكن احنا عايزين نتأكد ما هو ايه هو الفساد، وهل سوء الإدارة او عدم الكفاءة يعتبر فساد؟ ثم نتحدث عن مظاهر الفساد في التعليم وتكلفة ذلك، آليات العلاج وإجراءات للوقاية. مش هنستنى دايما اللي بيبقى عندنا فساد وبعدين نرجع لكم. تعريف الفساد: إساءة استخدام السلطة العامة من أجل تحقيق مكسب خاص. وبالتالي كل شخص ممكن يسأل نفسه أي مكسب خاص أحققه من خلال موقعي والسلطة المعطاة إليا يعتبر فساد. من أصغر شيء زي أن أنا أستخدم ماكينة التصوير الموجودة في المكان اللي بشتغل فيه عشان أصور أوراق خاصة بي، ده بداية الفساد. طب هل سوء الإدارة أو عدم الكفاءة يعتبر فسادا؟ هناك خط رفيع جدا بين عدم الكفاءة وسوء الإدارة والفساد من جهة أخرى، ولكن ترك سوء الإدارة وعدم الكفاءة هو المتحكم في الأداء في مجال العمل لفترات أطول هو نوع من أنواع الفساد، لأن كل شخص موجود في مكان عمله لو عنده أفراد آخرين يسيئون الإدارة أو يعملون بعدم كفاءة وأتركهم لفعل ذلك، إذن أنا بأساعد وأعين على الفساد. الصورة اللي أمام حضراتكم دي بتبين طبقاً لتقرير الفساد العالمي المنشور 2013 وموجود على الإنترنت، أي حد ممكن يعمل له داونلود باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. الجراف اللي تحت بيبين عدد المرات اللي الأفراد اضطروا فيها إن هم يدفعوا رشوة من أجل التعليم. فوق الجراف اللي فوق بيبين النسبة المئوية للمستفيدين من التعليم اللي بيضطروا لدفع رشوة. زي ما احنا شايفين الدول كلها، احنا مش عايزين نجيب سيرة الدول خصوصا ان هم مش موجودين معانا. طيب اول حاجة خالص المشتريات، من اول الطوب والزلط وترسية العطاءات على من يقومون ببناء المدارس. وزي ما احنا شايفين كده في الكاريكاتير، انا ما كنتش عارف ان عندنا معرض الكاريكاتير النهاردة لكن استخدمت كثير من الكاريكاتير. الشخص المسؤول عن المشتريات وبيتكلم بمنتهى القوة بيقول أنا ما عنديش أي حاجة خبيها، وهو واضح تماماً أن هو معروف جيداً إيه اللي بيعمله في العطاءات والمشتريات وهكذا. دي نمرة واحد. احنا بنتكلم على ميزانية التعليم اللي عادة بتمثل 20% من الإنفاق الحكومي سنوياً في معظم الدول، ودي ميزانية كبيرة جداً وبالتالي هي عرضة للفساد زيها زي أي حاجة تانية. الكتب وتأسيس الكتب وطباعة الكتب، تجهيزات التعليم من أول المصات والصبورات وأجهزة الكمبيوتر لحد شراء التباشير. التحيز في قبول الطلاب بالمدارس، قبول طلاب في بعض المدارس المتميزة عن مدارس أخرى، قبول طلاب في حدود السن أو في سن آخر، والتمييز بين المتقدمين طبقاً لمعايير خاصة، ده أحد أنواع الفساد. المعلمون الغير مؤهلون، لما النهاردة أعين حد في وظيفة معلم وهو لا يستحق أن يكون معلم فهذا فساد كبير، لأن مش بيضر نفسه فقط، ده بيضر كل الأجيال اللي هتتعلم تحديد. وهناك معلمون قد يكونوا مؤهلين ولكن غير ملتزمين. الغياب، التقاعس، ممكن المعلم يبقى مش موجود وده نوع من أنواع الفساد، لكن ممكن يبقى موجود ولا يعلم كما ينبغي وهذا فساد آخر. غياب المعلمين دي احد الجرافس اللي موجوده في تقرير الفساد العالمي، بتبين في الدول نسبه غياب المعلمين تجد 30%. لو هو غايب 30% من الوقت اللي المفروض يقضيه في تعليم الطلاب، يبقى على الاقل الاطفال محرومين من 30% من المنهج. الدروس الخصوصيه، وعاده بيكون الدروس الخصوصيه مديرتها تعليم بيتم فيها اي نوع من التعليم، ده فيها تدريب على كيف تحل اسئله معينه عشان تنجح، وقد تكون ثمنا للنجاح. الخلل في التقييم والتلاعب في النتائج، احيانا كتير عمالين نشتكي من مخرجات التعليم، والشكوى من مخرجات التعليم تاتي لسببين: يا اما احنا لا نعلم كما ينبغي وبالتالي التعلم لا يحدث، وان حدث التعلم نقلله كثيرا بان احنا نقيمه بالتركيز على اقل العمليات العقليه. استغلال الطلاب وأولياء الأمور لمصالح شخصية، وزي ما احنا شايفين بنهاية الاختبار المعلم طالع يجري وكل الأطفال جايين أو الممتحنين لأن شايفين النظام غير عادل والامتحان كان غير عادل.
ده عادة في المدارس، لكن لو انتقلنا للتعليم العالي الجامعي ما بيكونش فيه اختلاف كبير، وبتبدأ أيضا في الالتحاق والقبول زي ما زميلتي قالت الصبح. التحيز في السكن الجامعي كتير جدا من الطلاب بتغترب في دول كثيرة وبيضطر إن هو يسكن في السكن الجامعي. بعض الناس علشان يحصل على مكان في السكن الجامعي بيضطر يدفع رشوة، آخرين حتى السكن الجامعي في جزء منه مميز جزء غير مميز وهكذا. طبعا المشتريات الجامعية، كتب دراسية وتجهيزات التعليم بالجامعات، تأثير الهيئات الداعمة على اتجاهات البحوث العلمية. في جامعات كثيرة في العالم الهيئات اللي بتدعم البحوث هي هيئات تستفيد من نتائج البحوث، ولناخد مثلا زي شركات الدواء الكبيرة، وبالتالي بتؤثر بحجم المال اللي بتضعه في البحوث على نتائج البحوث بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا فساد كبير. التحيز في توزيع المنح الدراسية والبعثات، وكلنا عندنا فكرة عن ده كويسة جدا، والتحيز في تعيين هيئات التدريس، لأن في جامعات معروفة أن عادة أبناء أعضاء هيئة التدريس هم من يتولون التدريس فيما بعد وهكذا. سرقة البحوث العلمية للترقي، نتخيل أن احنا سرقة البحوث العلمية من أجل الترقي. هناك درجات علمية للبيع، هناك هيئات تدريس غير ملتزمة أيضا بتغيب أو تتقاعس أو بتدي نصف الوقت. ظاهرة الدروس الخصوصية انتقلت من المدارس للجامعات، وهناك أيضا خلل كبير في التقييم، ويحدث كثيرا تلاعب في النتائج، ويتم أيضا استغلال الطلاب وأولياء الأمور المصالح الشخصية. من يدفع دابا الفساد؟ ليس فقط من يقومون، في أشخاص معينين بيقوموا بالفساد ويدفع ثمنه، اللي موجودين في الظل تحت دول المجتمع كله بيدفع ثمن الفساد. طيب إيه التكلفة؟ لو بنتكلم على القبول للدخول في المدارس، أول حاجة بأنه حد من فرص بعض الطلاب للدخول في المدارس، وبالتالي الممارسات داخل المدرسة بتقلل من مخرجات التعليم وتنتقص من جودة المخرجات. زي ما احنا شايفين مدرس الرياضيات بيسأل طالب نص ونص كام، قالوا يبقوا نصين. إهدار مال عام، والأخطر من ذلك إهدار الطاقة البشرية اللي المفروض إن هي بتحافظ على هوية الدولة وتحافظ على المال فيما بعد. في نوعين من الأطفال، في طفل ظلم من الفساد وطفل آخر استفاد من الفساد. الأطفال اللي ضاعت حقوقهم بسبب الفساد يتولد لديهم شعور بالنقص وامتهان الكرامة، وصعب جدا إذا تولد هذا الشعور عند الصغر أن يتم التخلص منه عند الكبر، وبالتالي هم يصبحوا أشخاص لهم أحيانا عداء داخل المجتمع وهم صغيرين وهم كبار. الأطفال المستفيدين من الفساد ينشأ على أن الفساد ده شيء بيجيب له ميزة، وبالتالي يألفونه، وعندما يألفونه تبقى الممارسة بعد كده وهم كبار شيء عادي جدا. الطفل الموجود ده كان في الأول بيقول المدرسة أنا عايز أروح المدرسة، وبعدين راح المدرسة، وبعد كده كل السطور اللي جاية أنا مش عايز أروح المدرسة. ليه؟ لأن المدرسة مجتمع لم يجذب، لم يحقق له أمل اللي كان عايز يروح، وهذا فساد. تكلفة الفساد قد إيه؟ إحنا شايفين الاثنين في الأول دول عمالين يعملوا ريفورم، يعني تطوير. كل تطوير إحنا بنعمله الفساد بيلتهمه من ورانا علشان هو مستفيد منه. وعشان كده نرجع نقول لو بصينا لبرامج التطوير بقالها 50 سنة هنلاقي نفس أهدافها هي هي. كل الفلوس دي اتصرفت ولحد النهاردة لازلنا لم نحقق النتائج من جوه. لو بصينا للكاريكاتير ده هنلاقي إن هي إيد واحدة، يعني كل الأعضاء الموجودة فيها الأصابع كلهم. محاربة الفساد ما بتجيش من الخارج، بتيجي من داخل الجسد، يعني أفراد المجتمع هم اللي لازم يحاربوا الفساد. إيه الآليات؟ لابد أن تكون لدينا قوانين وإجراءات محددة وواضحة تضمن الشفافية ووسائل القانون، ويتم المحاسبة للجميع. المجتمع المدني له دور قوي جدا بالرقابة تحت حماية القانون. الإعلام له دور أساسي، لكن أي نوع من الإعلام هو الإعلام الذي يعمل طبقا لميثاق شرف كرقيب وشريك إيجابي في التوعية والتعليم، لأن وجد أن الإعلام إن ما كانش تاني فهو أول أداة مؤثرة على تعليم الأطفال. مراجعات محاسبية للمشتريات الحكومية دائما، مراقبة الأداء وحماية من يبلغون عن الفساد، لأن الناس تخشى وتخاف إذا أبلغت عن الفساد